خلاص الموضوع خلص. سافرنا دلوقتي، احنا مركزين في سان داونز من بعد ماتش الاتحاد. خلاص ده ماتش مهم جدا، فرقة كويسة جدا، احنا محترمينها جدا وعارفين اللي هي فرقة محترمة، ملعبهم كويس والاجواء كويسة المفروض. فالماتش هيبقى الماتش مش هيبقى سهل خالص، بس احنا يا رجالة واحنا رايحين نكسب من هناك، هو ده هدفنا كلنا، كل اللي على الطيارة هنا رايحين، احنا هدفنا اللي احنا رايحين نكسب من هناك، وربنا يكرمنا يعني ان شاء الله باذن الله. طبعا بشكرك طبعا على الكلام الجميل ده، ومفيش والله مفيش سر ولا حاجه، يعني هو اللعيبه كلها مركزه الفتره اللي فاتت، احنا خلاص بنفنش الدوري في مرحله صعبه سواء في الدوري او بطوله افريقيا، اللعيبه كلها مركزه، يعني يعتبر الماتشات كلها ماتشات كؤوس، فانت كل ماتش لازم النقطه اللي هتفقدها هتفرق معاك جدا، فاحنا بنحاول ناخد كل ماتش بماتشه وبنحاول نركز في الماتشات وان احنا ما نخسرش نقط خالص.